تنظم مستشفى 57 357 اليوم احتفالية خاصة لتكريم متطوعيها الذين دائما يكونوا حريصين على تقديم يد العون للأطفال وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم من خلال الحفلات الترفيهية وورش العمل الفنية. خليكم معنا نتعرف أكثر على الاحتفالية وما هي الجهات المشاركة. اوعى تخلي الدنيا تمشي وتخلي كلامها يمشي عليك ولا اي ظروف تتحكم فيك طول ما في ناس بتساعد حواليك هتفكر ليه ده الموضوع فيك ده الموضوع فيك. انت اسمك ايه؟ اسمي نورهان. ايه؟ نورهان. عندك كم سنة يا نورهان؟ عندي 6 سنين بس لسه ما كملتش. كمليهم امتى؟ معرفش. مش عيد ميلادك امتى؟ في شهر واحد. شهر واحد الجاي ده؟ انت مبسوطة النهاردة؟ اه. احكي لي النهاردة عملت ايه؟ النهاردة انا غنيت بس اتبسطت قوي والناس قعدت تسقف لكن انا اتبسطت بجد مش هزار. ممكن تغني الأغنية اللي انت غنيتيها جوه؟ حاضر. وده مين اللي معانا من سنين حاسين حاسين ونشكر رب العالمين شايفين شايفين احنا بسببكم بقينا فين بيكم ومعاكم مع بعض بقينا قادرين ماما وبابا بيدعونا حبايب نسروا علشاننا واهلينا كانوا معانا زرعوا الامل جوانا كل قلوبهم ساعدونا وفيهم عمرهم ما سابونا ما حاولنا نشكرهم مش هون في قحقاقهم. وده مين اللي معانا من سنين حاسين وبنشكر رب العالمين شايفين احنا بسببكم بقينا فين وبيكم ومعاكم مع بعض بقينا قادرين. قوليلي النهارده الاحتفاليه كانت عامله ازاي وايه اللي عجبك فيها وايه اللي اتعلمتيه وايه اللي بتتعلميه دايما في المستشفى؟ هو انا عجبتني قوي لمه الناس واللي احنا كلنا بنبقى فرحانين ودي حاجه كل فين وفين لما بتبقى بتحصل. وتعلمت المستشفى حاجات كتيره جدا يعني فتره المرض انا قعدت فتره طويله تعلمت الصبر والامل والطريق الطويل اللي احنا نمشي فيه عشان نقدر اللي احنا نتحمل حاجات كتير. ايه الانشطه اللي انت اتعلمتيها هنا في المستشفى؟ تعلمت الغنى اتعلمت هاند ميد وانا اصلا يعني عشان بحب الهاند ميد وبشتغل فيها في البيت فساعات بعملها هنا في ورشه العمل فوق ورشه يعني بنعمل حاجات كتير او اطفال صغيره بنعلمهم حتى يعني احنا بنتعلم وهم بيعلمونا بقى ما بيعلمونا حاجات يعني انت بتتعلمي الحاجه وبعدين الصغيرين انتوا بتعلموه لهم بيعلموهم على طول وفي حاجات انت ما بتعمليها بتاخديها معك في البيت حتى تبقى ذكرى في المستشفى. احكي لي انت اتعلمت ايه هنا في المستشفى جديد؟ انا اتعلمت الرقص وتعلمت الجري وتعلمت كل حاجه. احكي لي النهارده عن الاحتفاليه اتبسطت ازاي وايه الحاجات دايما اللي بتتعلمها في المستشفى كانشطه؟ هي بصراحه الاحتفاليه النهارده احنا غنينا بكل مجهودها انا بقى اصلا من فريق كورونا غنينا بكل مجهودنا الحمد لله والاحتفاليه النهارده كانت حلوه قوي وانا بحب المستشفى هنا عشان هي بتوفر لي كل حاجه وكل الحاجه اللي انا عايزه بلاقيها هنا. طيب احكي لي انت بتقولي ان انت من فريق كورونا احكي لي اتعلمت ايه جديد زي في الفريق يعني ايه الحاجات اللي دايما بتعلموها جديد؟ بنتعلم بيانو عزف بنعزف على الالات لسه بنتعلمها عشان كل واحد في موهبه في العزف على الجيتار بيانو كمان الحاجات اللي هي زي دي اللي عنده موهبه ان هو يحبها وعايز يدخل في ان هو عايز يحترف فيها موجودة.
بقالك قد ايه هنا يا ابراهيم في المستشفى؟ بقالي كل يوم باجي خميس. يعني ما بتبانش يعني كل يوم خميس بس بتيجي؟ اه. طيب وكل يوم خميس احكي لي بتعمل ايه من اول ما بتيجي لغايه ما بتمشي؟ باجي بروح ماما وبروح العب هناك. يعني بتعمل ايه؟ بتلعب ايه؟ بلعب باللعب هناك. وايه تاني؟ وبروح عند ماما اقعد معاها شويه واطلع برضو على المسرح اللي النهارده. انت خلاص خلصت رحله العلاج ولا لسه شويه؟ لا انا دلوقتي في الحمد لله في المتابعه والحمد لله الامور تمام معايا. بتعمل ايه هنا في المستشفى بيخليك مبسوط؟ بلعب شويه بعد كده بروح اكل بعد كده باكل زي احمد. يعني باكل بطاطس وكوكو. وايه تاني؟ وجاتوه.